في مباراة الديربي والصدارة. الكرة العرضية، تمريرة خطيرة، تسديدة، الحاجز الحاجز، نعم نعم، حجازي يعود من أجل الاتحادين، يعود ضربة رائعة من أحمد حجازي، تعادل العميد، عاد من بعيد. شوف اللقطة مرة أخرى، ذهبوا للمهاجمين، تركوا أحمد لوحده، حجازي بضربة رائعة. يا ولد يا ولد يا ولد، روعة روعة روعة، لا يكتفي بدور أمان لدفاعه بل يلعب دور البطولة في هذا الديربي. حجازي هداف وليس فقط صخرة دفاع، حجازي شموخ وشخصية وقوة واندفاع. الاتحاد يعود من بعيد.